في ليسن 3 4 ده السيت الرابع بتاع الوحده الثامنه اللي بيتكلم عن رابطس. في بعض الكلمات هتقابلنا، هناخد الاول جملتها على السبوره، بقول A recent study. A recent ايه؟ study has shown that. كلمة study ممكن تكون verb بمعنى ايه؟ يدرس او ايه؟ يذاكر. او ممكن study تكون noun بمعنى دراسة. بمعنى ايه؟ دراسة. فلما اقول بقى a recent study المفروض انا بشتغل على السبوره كده، المفروض تطلع قاعد على الكرسي كده متابعني هنا. يعني ايه ريسنت ستادي؟ يبقى لما يجي لك ترجمه التركيبه دي ريسنت ستادي هاز شون ذات، يبقى دراسه حديثه اثبتت ايه؟ ان. طيب كلمه نيجاتيف يلا مخرج يا عم. خمس دقايق مش 10 دقايق. انت متابعني انا على السبوره؟ على السبوره اللي هنا. طب اقول لك الكلمه اللي موجوده دي. وخلي بالك شويه انا بشرح. طب لما يجي يقعد قدامي ولد او بنت يركز 100%. نيجاتيف سلبي. واتس ذا اوبوزيت؟ بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ ايجابي. دول قدامك دول وقت ايه؟ اجي. سلبي ايجابي. الصفه في الانجليزي لو ضفت لها اس اصبحت ناون. يعني ما ينفعش في الانجليزي اجمع الصفات غير العربي. نقول مجتهد، مجتهدون. امال عندنا هتبقى عندنا كلمه واحده بس. لو ضاف اس لايه؟ والصفر حولي بقى إيه. فلما اقول بوزيتيفز وتحت اقول نيجاتيفز يبقى سلبيات وايجابيات. دي بتفرق يعني بتفكرك بايه بقى؟ ادفانتجز ديس ادفانتجز، ميريتس دي ميريتس، بروس كونز، اب سايدز داون سايدز، او درو باكس مزايا وعيوب، ايجابيات وايه؟ سلبيات. فلما اضيف للكلمه اللي عندنا دي انا ضفت لها ايه دلوقتي؟ اس. لما اضيف الاس هنا اصبحت ناون. يعني بقى اس لان الصفر الانجليزي لا تجمع. يعني اي صفه انت حافظها ولقيت بتضيف لها ايه؟ اس، يبقى اتحولت لناون. يعني ايه؟ اس. نيجاتيفز سلبيات. طب بوزيتيفز ايجابيات. زي ما قلت كده دلوقتي بتساوي ادفانتجز وديس ادفانتجز، ميريتس دي ميريتس، بروس كونز، اب سايدز داون سايدز. ايه اللي مخرك يا طيب؟ يعني انت بتقول لي بقى اقفل البوابه 2 و5. اوكي طول النهار. يبقى زي ما قلت كده لو اضيفت اس للايه؟ للصفه بتحول ايه بقى؟ لناو. بوزيتيفز او نيجاتيفز. نيجي لكلمه ستريس. خدناها وصل معانا؟ ستريس ناون وايه؟ تنفع ضغط؟ يضغط. انا بقول ناون وفيرب. الصفات لسه الناس تركز في الايه. يا باشا حاجه اتقال 20 مره والطالب مش معايا. ستريس ناون وايه؟ ناون يعني ضغط وفعل يضغط. الصفات بتاعتها فيها مشكله شويه. في ستريس تبقى ستريس يعني مضغوط. وقع عليه بقى؟ ضغط. تحت ضغط. وفي ستريسنج ولا ستريس فول؟ في ستريس فول. في اف يو ال مكان الايه بقى؟ الاي ان جي. يبقى احنا قلنا الاي دي بتبقى موجوده ثابته على طول. المشكله في ايه بقى؟ الاي ان جي ساعات بتتحول لاف يو ال او اي في اي ماشي؟ فبقول ستريس.
ناون وفير بتنفع ايه؟ ضغط او يضغط. لو بصيت لواحد او واحده بينطقش الكلمه معايا هيقف. احنا متنفذين من اول مجموعه اللي فاتت. براحتكم بقى. طالما الطالب جاي في الشتاء ده وجاي نام. ضغط او ايه؟ او يضغط. دي بتساوي الى حد ما كلمه بريس. يضغط برضه. حتى جينا بريشر. ضغط بريشر ضغط الهواء او الهواء وبلاد بريشر ماشي. وبريشر تنفع حاجه معنويه يعني يقول لك هو عصبي لانه تحت ايه ضغط. ازاي ترجم الحته دي under هو عصبي لانه تحت ضغط يبقى هيز ايه نيرفوس هيز ايه بيكوز هي از اندر بريشر ماشي. واخدين برضه تعبير قريب كده بوت اون بريشر. Don't put pressure on me. لا تضع ايه؟ تضغط عليا. ضغط يعني. Don't put more pressure on me. يبقى جاي منها بقى ستريس هتبقى ستريس. من تطلع؟ ده اسم مفعول وقع عليه الضغط. مضغوط. هو مضغوط بسبب الامتحانات. يبقى students are stressed. صار ايه بقى؟ stressed. Because of exams. بسبب ايه بقى؟ الامتحانات. طب لو انا بدأت بقى الامتحانات نفسها الامتحانات مضغوطه برضه ولا ضغطه؟ ستريسنج ولا ستريس فول؟ ستريس فول. بنزود ايه بقى؟ خلاص؟ حاجه مسببه لايه؟ للضغط. ماشي؟ هنا يبقى ستريس فول. يبقى في الجزء ده قلنا الصفر زي نيجاتيف وايه؟ لو ضفت لها اس هتتحول ايه بقى؟ لاس. يبقى خلاص يبقى نو لونجر ان ادجكتيف اصبحت ايه بقى؟ صفر. اصبحت ناون. ستريس ضغط او ايه؟ ناون وفيرب. هنا ضفت ايه بقى؟ هنا عندي كلمة understand يعني يفهم الفعل ده عادي ولا شاذ؟ understanding understanding جاي منها understanding الفهم او التفاهم. الفهم او التفاهم. وفي تعبير اسمه او صفه understandable ممكن فهم حاجه مفهومه يعني. يبقى understand understandable understanding. يبقى الفعل وصفه واسم. الفعل understand. طب الصفه understandable يعني مفهوم. وفي understanding يعني الفهم او التفاهم. لما اقول بقى خدناه النهارده في المدرسه مثلا حضرتك الناس تحضر في المدرسه. الناس بتاخد غياب عادي كده وهتتفصل وبتاخد غياب في نفس الوقت. ما ينفعش طالب ثانوي كده وخلاص المدرسه بالنسبه له كده رقم 10 في خياراته يعني. احنا شرحنا النهارده حصتين في اولى رابع وخامس وسادس. وامبارح واخدين برضه الناس حضرت حصه في كل فصل كانت ثلاث فصول. يعني خدوا حصتين ساعه ونص في الواحد الثامن. والطالب بيغيب ينام له الدور ويروح الدرس ما هوش منتبه وعاوز يبقى هو هيخش الطب طلخه بقى ان شاء الله. مش عارف الطالب بيفكروا ازاي. مفيش حاجه اسمها دروس وقت المدرسه. ده في شغل من الصبح لغايه بعد الدور المدرسه تخلص في دروس. امال بقى مش عارف المدرسين بيدوا دروس الصبح دول. مش عارف يعني. ماتش اندرستاندينج ترجمتها الفهم الايه؟ متبادل. زي ما قلنا في بلاد صوتها كلمه ايه؟ ماتش يعني متبادل ما بين اثنين مثلا. دي تفاهم او فهم ايه بقى؟ متبادل. يبقى شوفوا الكلمه دي بترجمه ماتش يعني ايه؟ متبادل. ماتشوال اندرستاندينج. قلنا من شويه ريسنت ستادي يعني ايه؟ دراسه حديثه. has shown that يبقى كلمة study يعني يدرس ولا دراسة؟ دراسة. يبقى ممكن تكون noun كلمة study يبقى ده فعل. أمال لما أقول a recent study يبقى دراسة يبقى حديث. لما يجي لك في الترجمة دي ابدأ بالإيه؟ بالفعل. لما يجي لك مضارع تام فاكر كده من شهر 8 كنت بقول إيه؟ أقول لقد. لما اجي اترجم يبقى لقد ايه بقى؟ اثبتت الدراسه. لقد اثبتت الدراسه ايه بقى؟ حديث. متأخرة ليه يا مال؟ أه درس خمس دقايق، يا تختار الدرس هناك يا تختار هنا. كلها. خمس دقايق بس، 2:05 اقفل البوابة.
لما اقول ريسنت ستادي يعني ايه؟ دراسة حديثة. هاش شغل. لما اجي اترجمها لقد اظهرت. لقد ايه بقى؟ اظهرت دراسة حديثة ان وتكمل بقى يعني في بداية ايه ترجمة مثلا. دي دراسة ايه؟ حديثة. طبعا تنفع ايه؟ يدرس او تنفع ايه بقى؟ دراسة. طيب هتقابلنا بعض الايه؟ التركيبات كده في بعض الكلمات يعني في عندك اب دي ترجمتها ايه؟ تطبيق اللي هو مختصر يعني هتبقى ابلكيشن ده الاختصار بتاعها ابلكيشن بس اعرف ان كلمه ابلكيشن تنفع تطبيق وتنفع طلب تقديم طلب ايه؟ لو جت تطبيق هي اللي ممكن تختصر لايه؟ لآل ولكن طلب تقديم او التحاق تبقى زي ما هي. طبعا الفعل منها ابلاي اسمه ايه؟ ابلاي يعني يتقدم بطلب او يطبق لكن معنى؟ ابلاي يتقدم ايه؟ طلب او يطبق لو جت ابلاي فور مثلا هناخد معاه ابلاي فور. بقول لك ايه اللي يجي في دماغك كده من الاعداد اولى ثانوي ابلاي فور كملها يعني ابلاي فور جوب يعني ايه؟ وظيفه وظيفه ده حرف جبر الوقت فور يطبق ولا يتقدم؟ يتقدم يتقدم بطلب لوظيفه عاوز يتوظف ابلاي فور فيزا تاشيره باسبورت عاوز يستخرج ايه بقى؟ يتقدم بطلب لاستخراج جواز سفر apply for ID بطاقة الـ Identity Card يبقى هنا خدت ايه دلوقتي؟ for apply for job visa passport ID يتقدم بطلب ليه؟ ممكن apply تاخد حرف جر for وممكن تاخد حروف جر تانية ممكن اقول apply in person التعبير ده هو يتقدم بنفسه طيب apply in writing يتقدم كتابة يعني مش شفوي يبقى في الحالة دي خدت حرف جر دلوقتي in in person يعني بنفسه ما ينفعش واحد يقدم الطلب الا انت او apply in ايه ها in writing خلاص apply بقى لو جت بمعنى يطبق ما بتاخدش حروف ايه جر apply يطبق ما بتاخدش حروف جر طيب ايه المفعول اللي ممكن مع ابلاي يطبق ايه مثلا؟ لوز يعني ايه لوز؟ قوانين رولز لوائح القواعد او ريجوليشنز اسمها ايه؟ اللي هي برضو لوائح او تنظيمات ابلاي لوز رولز او ريجوليشنز يبقى عندنا كلمه ابلاي من ضمن الكلمات اللي ممكن تقابلنا دلوقتي في الكلمات طب نقرا الكلمات ونعلق برضه على بعضها على السبوره كده عندك بيج 74 صفحه كام 74 هناخد الكلمات دي وناخد جزء من الاسئله ونراجع زي ما راجعنا المجموعه اللي فاتت على حالات اف 0 فيرست سكند ثيرد ولو في وقت ناخد اسئله المجموعه اللي فاتت طبعا ما كانش في وقت الاسئله بول اب تختصر لايه سن القلم على الكلمه اللي بقولها وكل طالب بص في كتابه في حد من الصبيان ما جابش كتاب وجايب كتاب من المجموعه الثانيه؟ طب حد من الصبيان ما جابش كتاب لسه؟ قدامي؟ لو لقيت حد ما جابش كتاب انت حر، ان شاء الله ما جبته. بس جبت كتاب من المجموعه الثانيه محلول في وعد معاه انت هتمشي واللي انت جايب منه. بص والبنات نفس الكلام. في حد دلوقتي ما جابش معاه كتاب؟ اي حد هيجيب كتاب قديم كان معاه لوقته ومحلول وانت هتقعد كده تبص فيه بس هتمشي ومع اللي ادولك كتاب. مش عاوز تشتري كتاب انت حر. بس ما ينفعش تجيب كتاب محلول ومعروف ان دي انا هتاخد ايه؟ يبقى انت تظهر في حته ثانيه خالص، ما تبقاش معاك نص ساعه ونص. اختصار كلمه ايه؟ ابلكيشن شات دردشه طبعا دردش فيدباك تنفع رد فعل كويز يعني طيب بتاخد ايه بقى ميك ولا دو؟ بتاخد الاثنين دو كويز يحل امتحان يحل امال ميك يقل يعني انا هعمل لك امتحانه يبقى انا دو ولا ميك؟ ميك ميجا كويز يالف لوكس
او امتحان قصير. انت بقى لما تحل تاخد ايه بقى؟ دو. خلاص. ترانسليشن ترجمه. هناخد دلوقتي في بعض الكلمات نقول مثلا ذا فيلد اوف ترانسليشن، ترجمتها بقى حقل الترجمه ولا مجال الترجمه؟ يعني فيلد تترجم ايه؟ مجال او حقل حسب المكان بتاعك. ادفانتجز كومنت تعليق واخدينها كومبليتلي. كوست يعني كوست يكلف او ايه؟ او تكلفه. طيب لو عندنا كلمه كوست اتكتبت على السبوره كده كوست وبعدين ضفت لها ال واي اصبحت ادجكتيف يعني صفه بالال واي دي ادجكتيف بمعنى مكلف غالي يعني. يعني كلمه كوست اللي هنا ممكن بتساوي اكسبنسيف ماشي دي بتساويها ويبقى عكسها تشيب يعني رخيص. يبقى مش كل كلمه متضاف لها ايه الواي تبقى ظرف لا دي معناها ايه بقى مكلف صفه يعني كوست. وطبعا كوست لوحدها برضو نو يعني اسم معناها تكلفه. احنا واخدين قبل كده كوست اوف ليفنج تكلفه ايه المعيشه كوست اوف ليفنج تكلفه ايه ولما قلت تكاليف كوست اجمع الاس على كوست ديفايس جهاز او ايه او اداه هي شكل كلمه ايه ديفايس بس مش هي ديفايس ما هي ديفايس ليس ادفانتجز اكزاكت يعني مضبوط هيومن بينج انسان امبروف يعني ايه يتحسن ينفع يتحسن او يحسن يعني ممكن تاخد مفعول او تيجي فعل لازم. طيب لو جاتك تقدر تفهم كلمه امبروف يحسن او ايه او يتحسن بتساوي في اللغه ميك ويرس ولا ميك بيتر؟ ميك بيتر بتساوي ميك بيتر يتحسن. نيجاتيف سلبي قلنا لو ضفنا لها اس نيجاتيف لو ضفنا لها اس تبقى ايه؟ سلبيات ناو تبقى سلبيات. نوت بوك مذكره او مذكره. بوزيتيف طبعا نفس الفكره ريمبر. سمارت فون سوفت وير. ستريس يعني ايه؟ ضغط عصبي. قلنا الصفه منها ستريس يعني ايه؟ مضغوط وستريس فول ضغط او مجهد. تكنولوجي understanding الفعل من ايه؟ يقول ماتش ولا understanding؟ فاهم ايه؟ فاهم ايه؟ متبادل. ادميت اكتبوا جنبها زائد اي ان جي. ادميت من الافعال اللي بتاخد ايه بقى؟ اي ان جي. ادميت من الافعال اللي بتاخد اي ان جي. طيب لما اقول هو اعترف بسرقه مثلا السياره او ارتكاب الايه؟ الجريمه. اقول هي has admitted يبقى لقب ايه؟ اعترف. عاوز اقول مثلا اعترف بارتكاب ايه بقى؟ الجريمه. اقول has admitted to commit ولا commit بس ولا committing؟ committing. بقول لك دلوقتي admit لما تشوفها وجاي وراها فعل اضيف له بقى؟ اضيفها ان جي لو كان في المعلوم واضيف له بينج وتصف ثالث لو كان فين؟ المجهول. هي admitted. طب انت واخد قبل كده كرايم يعني ايه؟ وكميت اكرايم؟ لو كوميت مش موجود اخد دو يبقى كوميت اكرايم او دو ايه؟ اكرايم يرتكب ايه؟ يبقى هو لقد اعترف بارتكاب ايه؟ الجريمه. يبقى هي هاز ادميتد كوميتينج ذا كرايم. يبقى عندنا كلمه ادميت باي شكل منها ادميت ايا باي شكل بناخد فعل مضاف له ايه؟ أي. يبقى دي ادميت بمعنى يعترف وكوميت بمعنى يرتكب. زي ما قلت لك كده الجرائم يعني ممكن تاخد دو يعني ايه؟ يرتكب هتبقى هنا دوينج بتسويها برضه دوينج ذا كرايم. طيب كوميت ادميت بمعنى ايه؟ يعترف. واتس ذا اوبوزيت العكس deny واخدنا في الترم الاول يعني ايه deny ينكر بس برضه deny بيجي وراها اي ان جي يعني سواء ادميت او ايه او deny الاثنين بيجي وراهم ايه بقى؟ اي ان جي. عاوزين نعكس بقى هو انكر ارتكاب الجريمه يبقى هي تبقى deny committing the crime ماشي؟ يبقى deny او ايه؟ او commit من الافعال بيجي وراها جيران يعني ايه جيران؟ اضافه اي ان جي للفعل عشان يبقى يعتبر اسم يعني.
admit بمعنى يعترف. argue مبادر. careful carefully. century قرن. يعني how many years كم سنة؟ 100 years. century بمعنى؟ يعني 100 years 100 سنة. عندنا decade how many years؟ 10. أنا مش عارف الناس هتفوق كده على آخر السنة تقريبا لما يبقى بتكلم تبص لي مش عارف. نجينا نبص كده ونتعقد من الشغل لمدة شهر مش لحصة واحدة. طالب جاي مش عارف يستوعب ويقف معاه يفوق معاه كده الساعة عشان أنا شغالين كل شوية أوقف الحصة نزقه فيه. decade 10 years كم سنة؟ 10 century 100 years. طب millennium في سنور ده بتقال في أولى وتانية وتانية عب 10 سنوات لما بقول century يعني قرن 100 years millennium 2000 collect يجمع. لو جد معنى يجمع يبقى وراها أشياء يعني بقول collect money طب collect stamps يجمع يعني طوابع مثلا collect stamps تجمع طوابع زي هواية مثلا. طب collect a person يجمع شخص لا لو جت collect ده وراها ايه عاقل مش معناه يجمع معناه يعني يوصل شخص من مكان ايه لآخر. يبقى انت بتتصل بواحد كده وانت في المطار يقول لك don't worry I will collect you هاجي اجيبك اوصلك او اجيبك من مكان لمكان. يبقى collect اللي وراها اشياء تترجم ايه يجمع اللي وراها اشخاص بمعنى يوصل. بتساوي collect هنا بتساوي pick up وبتساوي درايف. details تفاصيل documentary والفيلم يبقى وثائقي ده كلمة عادية بنضيفها اس لو في عندك معاه داونلود واخدها في الترم الاول داونلود فروم داونلود تو اكستريم مبالغ فيه او شديد جس وكلمة imagine يعني ايه يتخيل. الفعل ده بياخد تو ولا بياخد ان جي؟ بياخد اي ان جي يعني ايه اي ان جي imagine. ميموريز ذكريات ايه عندنا بقى باد ميموريز جود هابي ساد وفي باست ميموريز ذكريات ايه بقى ماضية باست بيرسونال برينتنج بريس قالت ايه بقى طبعا الفعل نفسه برينت يا ده فعل اهو بنطلع من الفعل ده تو ناونز كم اسم برينتر طبعا دي الديفايس الجهاز فاكرين اير كونديشنر اير كونديشنر جهاز ده برينتنج الطباعه نفسها لما اجي اقول لك بقى الطباعه عشان الترجمه هتجي لك اختياري الطباعة لقد طورت الطباعة عبر العصور مثلا ترجمة لقد طورت الطباعة عبر ايه؟ العصور تطور ديفلوب والعصور يعني ايجز. اجي بقى الطباعة تبقى برنت بس ولا برنتر ولا برنتين؟ برنتر غلط ما بقولش ما بقولش لقد طورت الطبعة ما قالش الطابعة قولي بقى الطباعة الطباعة عملية الطباعة نفسها في الاي ان جي برنتين اللي هي الطباعة امال برنتر؟ طبعا. طيب لو في تعبير واخدينه احنا في الاعدادي بمناسبه برنت يعني فينجر برنتس اللي هي البصمات فينجر برنتس ماشي فينجر برنتس ماشي. طيب فوت برنتس اللي هي اثار ايه بقى الاقدام. يبقى اثار الاصابع دي اللي هي البصمات ولكن اثار الاقدام فوت برينت. انت مش عضم كده الشوز بيسيب ايه اثر افكت يعني فناخد ايه بقى فوت برينت وهنا فينجر برينت دي معناها بصمات البصمات او البصمه يعني ودي معناها اثار الاقدام اللي هي ايه فينجر ايه برينت وفوت برينت. برينتنج بريس بروجريس اللي هو التقدم او التقدم. شير يشارك بس جنبيته جنبها كده بدون تقسيم. شير يشارك بدون ايه؟ يعني انت تشارك الحاجه مع الشخص بدون ما تقسمها. طب ايه اللي ممكن يشارك بقى؟ ايه المفعول؟ شير فود هياكل معاه؟ شير ميل يعني ايه؟ وجبه او فود ماشي؟ او شير اروم معاك اكتر من فيلم في الغرفه بس مثلا شير وقت ايه كمان شير
لا قلناها في الترم الاول احنا بنتكلم في ايام الامتحانات شير جوي اند سولو مشاركه ايه بقى؟ استغراب جوي اند سولو ما قلناهاش؟ طيب يبقى شير هنا ممكن يشارك مشاركه ايه بقى؟ معنويه ستاديز دراسات قلناها دلوقتي سربرايزنج مضاف لها حاجه مدهشه طب انت بقى مندهش سربرايز وطبعا ورد يعني بقى قلق ورد قلق تبقى حاجه مقلقه وورينج مضاف لها بقى وورينج مقلق يدعو للقلق ولكن شخص واقع عليه القلق وورد طيب تعال نشوف الكلمات دي I have lots of good about my childhood on grandma's memory. ما كنت بتحفظ الحاجات دي والحصه جايه في التسمية. انا عندي ذكريات ايه جيده مثلا او طيبه عندي. انت بتقولي childhood طفوله. childhood طفوله. My new car, me, a lot of money, it's really modern with many options. cost me. يعني ايه cost؟ مكلف. الجمله دي بقى مضارع ولا ماضي؟ يعني تصرفها ايه؟ مش الفعل يا اخوان اللي هو التصريفات في اولى ثانوي اوعى تنسى انت في اولى ثانوي كوست لما قابلتك قبل كده كان تصرفها ايه؟ هي كوست كوست دي بقى تخاف منها في الامتحانات ان كوست دي ملهاش الا كام لها كام شكل؟ واحد يعني تصريف اول زي تاني زي تالت الجملة دي الجملة اللي قدامك دلوقتي كار مش دي مفرد؟ لو هي مضارع محتاجة ايه؟ اس طالما هي بقى مفيش اس يبقى هي ايه؟ مضارع يبقى ترجمتها بقى سيارتي الجديدة تكلفني ولا كلفتني؟ يبقى دي باص طب في الآخر الجملة بقول اوبشنز هي بقول لك اتس ريلي مودرن حديثة صراحة حديثة كده ويز ميني اوبشنز الأوبشنز الاوبشنز يعني خيارات صح كده؟ بس مع السيارات ترجم كماليات اوبشنز يعني بقى كماليات طالما مع السياره يعني اوبشنز معناها ايه كماليات انت معاك قلم يا محمود وقع وقع يعني عدى من البلاط نزل لا والله وقع منين منها مفيش مشكله بتحصل في احسن العائلات في الشتاء رقم I like to write everything my teacher says in my notebook notebook اللي هو ايه؟ مفكرة كراسة مثلا nearly all people تقريبا كل الناس around the world have to go which made the globe a small village ها سمارت فون بقول لك تقريبا كل الناس في العالم معاها سمارت فونز يعني ايه؟ كمل بقى الجمله عشان تفهمها يعني امسك القلم كده وتابعني شويه which made the globe جعل العالم جلوب يعني ايه؟ العالم او الكون بتساوي ورلد يعني ايه سمول فيلج؟ بدايه رقم اربعه بقول لك نيرلي اول نيرلي اول تقريبا الكل بتساوي في اللغه بقى موست تساوي في دي بقى most. يعني موست معظم معظم او الاغلبيه طيب my students are always given a four question at the beginning of the lesson quiz quiz number b يعني quiz يعني امتحان ايه بقى قصير during my last stay in Switzerland اخر اجازه ليا كانت في اقامه في سويسرا I a room with a respected doctor share a room يعني share a room مشارك ايه غرفه share the police wants to know when you left the building ها exact الشرطة عاوز تعرف انت امتى بالظبط كده غادرت الايه المبنى exactly I study English and Arabic hard I'd like to work in the field. بدرس عربي وانجليزي عاوز اشتغل في مجال دي بقى translation. يعني translation. When I lost my phone, I couldn't restore. انت كنت restore يعني يستعيد. Restore يستعيد. ما قدرتش استعيد. The old with my close friends. Chat. يا دردشه.
تراي حاول يعني ده فعل امر تو جيف بوزيتيف تو يور تيم ها فيدباك اللي هو رد فعل او تغذيه يعني. طيب على السبوره كده هنراجع على قواعد اف ولو في وقت ممكن نحل ايه جزء عليها يعني. احنا قلنا قاعده اف اللي انت خدتها دلوقتي في السنه اللي فاتت دول الثانيه والثالثه لو قابلتنا جرامر تبقى نفس دي مش جديده. انت بتاخد زيرو وفيرست ها والالترنتيفز يعني ايه؟ بدائل وتحل اي سؤال عليها دلوقتي بس احنا النهارده هنراجع برضه ثاني يعتبر ثالث حصه في قاعده اف. اول ما اشتغلنا قلنا الكونديشنال اف حاله اف ايه الشرطيه هتبقى قدامك بالشكل ده زيرو فيرست سكند الحاله الصفريه الاولى الثانيه والثالثه. مطلوب تعرف شكل اف الحاله الايه الصفريه الثانيه والثالثه وكمان قلت لك يعني ايه بدائل وفي حاجات او حالات ايه بقى شاذه في الاثنين. انت متابعني فين يا يوسف؟ يعني على السبوره دي ولا دي؟ اسهل لك ايه يعني؟ طب الكرسي يروح شويه كده ما نقعدش نلزق في بعض كده شوف انت باين فين عشان اعرف اشتغل انا عشان واقف كده اشتغل عاوز طالب قدامي يتابعني. نيجي للزيرو كم استخدام؟ انا عاوز احس كده ان اشتغلت الحاجات دي من حصتين زيرو مع الفاكتس يعني وهابتس وجه عام يكون الكلام ان جنرال وجه ايه؟ طيب ايه في المضارع البسيط والمضارع البسيط؟ دي الحاله الصفريه، الحاله الصفريه بيجي مضارع مضارع ولما اقول لطالب سنه بقولها لثالث مره في ثلاث حصص ورا بعض. المضارع البسيط له ست اشكال بوزت من معلوم مجهول جملة سؤال كام؟ ستة. يجي لك السؤال على على الستة دول. يبقى المضارع البسيط اللي هو مصادر الأفعال أو مصدر مضاف له إس أو إيه؟ أو إس. يتنافى بضمته وإيه؟ وضاصر. أسأل عنه بدو أو ضاصر. بيجي على كام وجه؟ ستة. معلوم مجهول مثبت من جملة سؤال. عشان أعرف أي حاجة مضارع بسيط. طيب. دلوقتي أنا هشتغل في الاثنين مضارع بسيط. يبقى جواب الشرط وفعل الشرط واحد. مضارع. طيب if you heat water it turns into steam فين الفعل الاول؟ الثاني ممكن اقف احطها في النص يبقى water turns into steam if you heat it يعني يعني تبادل اماكن. طيب ممكن تيجي مجهول if ايه بقى؟ water ما هي الميه ما تعرفش تقوم بالفعل ده هي الميه تسخن نفسها؟ يبقى لو الماء بقى تسخن عشان لسه لغايه دلوقتي مش مستوعب. if water heat غلط وheat غلط الصح جديد الترمز انت ستيل يبقى عدت معلوم مجهول بقى فعل الشرط ولا جواب الشرط؟ فعل الشرط. فعل ايه؟ هو انهي فعل الشرط؟ فين فعل الشرط هنا؟ فعل الشرط هو اللي بيجي مع ايه؟ سواء اف في الاول او في النص اللي بيجي وراها هو فعل الشرط الجزء الثاني جواب الشرط. يبقى اف يو هيت ووتر الترمز انت ستيل. لو حابب اعمل مكان الترمز انت ستيل سؤال اقول وات هابنز وات ايه؟ ماذا ماذا يحدث؟ ماذا ايه؟ مضارع. طيب الشكل الثالث بقى بتاخد اف والتصريف الثالث من فعل الشرط. انا كنت بقول في الاول اف يو هيت اثنين اف ووتر از هيت ثلاثه اف هيت حاجه شاذه كده بس صح بس في النص الثاني ما تاخدش ايه تاخد ايه بقى؟ ووتر عشان ما تقولش اصلا هنا ووتر عشان تقول ايه؟ يبقى اف هيتد ها ووتر تيرمز ان ستيل. لو انتوا شايفين كده انا بتكلم عن ووتر ان جنرال. لو قلت بقى if you heat this water الميه دي يبقى حاله اولى. حاله ايه؟ اولى. يبقى عند التخصيص ما اروحش حاله صفريه اروح ايه؟ حاله اولى. نكست. بدائل ايه في الحاله الصفريه ايه؟ يعني اشيل ايه؟ اف واحط اديني ذا سيم مينينج. يس. ميتالز كونتراكت تنكمش المعادن if you cool them لو احنا يبقى خرجناها نفس الفكره كونتراكت وهنا يبقى كول والبديل ايه بقى؟ وين وممكن برضه اقولها برضه باربع طرق. الاستخدام الثاني الحاله الصفريه الكون عادات
لبس يعني شخصيه الدروس اللبس بتكون الكلام ان جنرال اف اي هاف ا هيديك كل ما يجي لي صداع اي اولويز جو تو بيت او اي جو تو بيت يعني ممكن احط هنا اولويز او سام تايمز ماشي او ريرلي لو عاوز اقول مثلا ايه يبقى دي زيرو واكتف وايه كمان وهاب طب لو انا قلت كده اف اي هاف ايه ها هيديك نعكس اف يو هاف ا هيديك لو جالك بقى صداع اعمل لي سؤال اقول لك وات ويل يو دو ولا وات دو يو دو وات دو يو دو مضارع السؤال يكون مضارع برضه لان الحاله دي بقى صفريه انت لما تيجي تجيب لي تجيب لي مضارع بتعمل ايه لما يجي لك صداع نقول صداع ان جنرال وجه ايه بس كده وات دو يو دو لما اقول لك مثلا اف يو هاف ا هيديك لو جالك ايه صداع وات دو يو دو كان دو 2 لما تقول كده تقول بقى في الاجابه اف اي هاف ايه ا هيديك اي جو تو بيت ايرلي زي دي يبقى يكون السؤال وات ار يو دوينج ولا وات ويل يو دو ولا وات دو يو دو يكون السؤال بتاعك برضو بريزنت سيمبل بقى بقى بسيط او ممكن تحط كده كلمات زي كلمه ايه بقى اولز اي اولز كونسلت ماي انكل دايما بستشير عمي او خالي اف اي فيس ايه بروبلم وهنا برضو اف بتساوي ايه بقى وين يبقى الزيرو في كام حاله استخدام فاكتس يعني او هابتس عادات بس يكون الكلام الجنرال راجع عام بدون ايه بقى تخصيص وبديل ايه في الحاله الصفريه وين اف يو هيت ايس لو تسخن الثلج ات ميلتس يعني يذوب ده جمله عاديه لو انا حابب الجمله دي اعملها سؤال اقول ايه بقى داز ات ميلت بس اتاجب يس او ايه اف يو هيت ايس داز ات ميلت ماشي او وات هابنز ماذا ايه برضو يحدث هنجرب احنا رجعنا ده الحصه اللي فاتت صح ولا لا صح يعني شرط الحصه اللي قبل اللي فاتت رجعنا عليه اللي فات كمان يبقى اف يو هيت ايس داز ات ميلت صح او وات هابنز لو عاوز بقى اقول مثلا ات ميلتس طيب نيجي الحاله الاولى الحاله الاولى جواب الشرط فيها بوسيبل يعني بقى ممكن يتحقق ممكن يتحقق زي ما قلت لك انا ممكن اقول المطر مثلا حاله اولى او ايه او ثانيه بس لها مينينج يعني ايه معنى الحاله الاولى بوسيبل تو هابن يمكن حدوثه بوسيبل بيجي مع اف زمن ايه ضرر بسيط اللي هو بتاع الحاله الايه الصفريه وبيجي معاه ويل وكان وايه ومين واحد شاذ فعل فين ده جواب الشرط يبقى عندك الحاله الصفريه خدناها دلوقتي مضارع مضارع طب الاولى مضارع مستقبل مضارع ومستقبل مستقبل بيكون ويل وكان وايه ومين واحد طيب افعال ستاديز هارد لو يذاكر بجد فين المضارع هنا ستاديز ليه ضفنا اس بقى عشان عارف هي ويل باس ذا تيست ما ينفعش اقول هي باسز تبقى الصفريه الصفريه انا بتكلم على شخص معين هنا تخصيص بقى يبقى ما ينفعش اقول هي باص غلط اف علي ستاديز هارد هي ايه بقى ويل باص ممكن ويل وكان ومي تاني يعني ممكن اقول ويل او كان او مي بنفس الميه يعني طيب هنا بقى بقول ايه هي مي كاتش ذا باص ربما يلحق بالاتوبيس اف هي رانز كويك برضه هنا ايه اف وجواب الشرط فعل الشرط تقصد ايه؟ رانز وجواب الشرط ايه بقى؟ مي كاتش ونفس الكلام مي او ويل او ايه؟ او كان. هي مي كاتش ذا باص اف هي رانز كويك. دي الحاله الايه بقى؟ الاولى. انا ممكن اقول في الجمله الاولى اف علي ستادز هارد. كملوا النص الثاني هي ويل. اثنين ثلاثة انا عاوز اقول اربعة بقى اربعة بميننج يعني ايه؟ اقول اتس بوسيبل يعني من الممكن فور هيم بالنسبه له تو باس ذا تيست يبقى انا قلتها دلوقتي ك مينينج يعني جبت كلمه بوسيبل اقول بقى اقول بوسيبل ولا امبروبابل ولا امبوسيبل بوسيبل يعني الحاله دي امبروبابل الحاله الثانيه وامبوسيبل الثالثه اللي خدناها الحصه اللي فاتت خلاص يبقى ممكن اقول الجمله دي بكام طريقه ان هي اربعه مي وويل وكان اقول اتس ايه بقى It's possible for him يعني ممكن بالنسبة له It's possible for him بالنسبة له كده To pass Yes To pass the test إنه يعني يجتاز إيه بقى الامتحان طيب إيه بقى الشواذ بتاع الحالة الأولى
كم حالة؟ ثلاثة. يعني الحالة الأولى يبقى النص الثاني يختفي، الفيوتشر يختفي بكم حالة؟ ثلاثة. لو أمر مثبت أمر منفي نصيحة، صح ولا لا؟ صح. أمر إيه؟ مثبت خلاص؟ ده أمر إيه دلوقتي؟ مثبت. اقرا معايا كده if you see علي give him the ball. اقول بقى will give، can give، may give ولا give؟ give. ما ينفعش الا ده، لان will وكان وما عاوزه فاعل، ومفيش فاعل في النص الثاني. will وgive وكان لازم تكون ايه؟ فاعل في الاول. يبقى if you see علي give him the ball، ده فعل ايه بقى؟ امر. وامر ايه بقى؟ مثبت. طيب if a dog barks don't run. امر منفي يبقى المثبت، او امر ايه؟ منفي. او يقول ادفايس عن ايه؟ نصيحه. if your temperature is high، لو درجه الحراره عاليه جدا you should، او you ايه؟ عاوز نصيحه قويه must، او نصيحه دي بقى should. خلاص you should you must، او حتى البديل you had better يعني ايه؟ من الافضل. بتاع الوحده السابعه you had better، او it's important يعني ايه؟ من المهم. ماشي. او it's advisable، من المنصوح به، او my advice to you، او advise you، كل ده صح. نيجي بقى بديل ايه في الحاله الاولى؟ هو الصفر كان بديل ايه؟ وين وين الاولى بقى؟ شور. فاكر شو تركيبتها ايه؟ فاعل. فاعل. شو ده معناها؟ لو. معناها ايه؟ لو. معناها يجب، معناها لو، لان شوت اف حط مكانها. شوت فاعل مصدر. الفاعل بقى اذا كان الفاعل اذا كان مفرد او جمع مش هتفرق مع شوت. هي شوت وفاعل وايه؟ مصدر. اهي التركيبه اهي. شود معناه ايه؟ لو اللي ليها فاعل، ممكن يكون الفاعل ده اهو سنجلر مفرد او بلورال، في الحالتين ياخد مصدر مش دعوه. بص كده if it rains heavily، لو تمطر ايه؟ بغزاره. I want to go out. من اخر اللي هو شايفين قطع السبوره الناس اللي ورا ولا ليه في الدور كده؟ ها؟ كده اوت. حاضر. If it rains heavily I want to go out. لو تمطر ايه؟ مش هخرج. طبعا دي الحالة الصفرية ولا الأولى؟ الأولى. طيب هنا بقى أنا هستخدم ايه؟ بدل أجيب بعدها فاعل. ها؟ رينز ولا رين؟ طيب يبقى عندي الجملتين دول بيدينا ذا سيم مينينج. If it rains اتنين شورت رين. لو انا قلت بقى if it rain، انا جاي اختيارات بقى if it rain، اختار الثاني should it rains. لو دي اختيارات افكر فيهم ولا استبعدهم؟ استبعدهم. ليه؟ if محتاجه مش موجود، ودي زياده ايه؟ is، عشان برضه الاختيارات اخد بالي كده ممكن يكون البديل هو اللي صح. يبقى ايه في ترينز او شوري ترين؟ دي كده الحصه اللي قبل اللي فاتت. طيب خدنا بعد كده السكند، الحاله الهي الثانيه، الحاله الثانيه. يبقى الزيرو والفيرست رجعنا عليهم مرتين اهو. الحاله الثانيه لا اكثر من يوسع. يعني انت فاكر اصلا الحاله الثانيه حطها ازاي؟ اف مضارع ولا ماضي؟ ماضي. واخد بقى ود ماضي، واخد ماضي بسيط مكان المضارع ايه؟ بسيط. واخد ود وجود وايه؟ ماضي. يبقى باخد مضارع ماضي بسيط مكان المضارع البسيط. قدامنا العصفورين اف معناه ايه؟ لا هيجي بعدها ماضي بسيط بست اشكال، يبقى معلوم او ايه؟ او جملة او ايه؟ وجود وجود وماضي. ثالث ايه؟ ده الشكل ما غلطش فيه. ما لسه ما قلناش بقى الاستخدامات ولا قلنا كمان البدائل. لو جالي بقى ماضي بسيط فعل عادي زي بليد، او فعل شاذ ايه؟ وين؟ انفيه بايه؟ بدين. واسال عنه بايه؟ بدين. واحطه في المجهول اخد ايه؟ مفعول وصف وين؟ ده قدامك الباسف اللي هو الايه؟ المجهول. ده الحالة الثانية. طيب الحالة الثانية كم استخدام؟ ثلاثة. لو حدث امبروبابل غير محتمل. الأولى كانت بوسيبل ممكن، يعني لو الجو كده مثلا صني يعني
اقول بقى لو تمطر مش هاخد، اخد الاولى للثانيه. الاولى الثانيه المنطقيه الثانيه، لان لما يكون في شمس يبقى في مطر غير يبقى محتمل، ولكن لو الجو كلاودي يعني بتبقى حل ايه؟ الكورة. سواء قلت الاولى او الثانيه يبقى الجمله فيها مينينج، يعني لما اقول لك وقلناها الحصه اللي فاتت واللي قبلها، لما اقول او الجزء اللي فات بس، لما اقول اف ترينز غير لما اقول اف ترين. اف ترينز ده ايه الوقت؟ حل ايه؟ على اول يبقى ده بصبر. لو قلت اف ترين على ايه؟ ثاني. ما تجيش معايا يا ابني، مش معايا، ما تقوليش معايا ليه كده؟ فاهم اللي بيتقال؟ انت كمان مش هترفض دي؟ طب تعالى شويه كده ناقشيني في الحصه، مش جايه تشتغلي. كم استخدام هنا للحاله الثانيه؟ ثلاثه. لو حدث امبروبابل يعني ايه؟ غير محتمل. غير ايه؟ محتمل. خلاص؟ او جيفنج ادفايس يعني ايه؟ او ايميجنري، حاجه ايه بقى؟ خياليه. الثانية اللي كان استخدام امبروبابل، احداث غير محتمله، غير ايه؟ محتمله. احتمال حدوثه ضعيف. امال بص بول قول رايت. طيب بناخدها برضو في جيفنج ادفايس. يبقى انت الاستخدام الاول بيتداخل فيه الاولى والثانية، يعني لما اقول ايه؟ لما اقول حاجه ممكنه اخد الاولى، طب حاجه غير محتمله الثانيه. امال مع جيفنج ادفايس الاولى والثانيه؟ الثانيه بس. يبقى جيفنج ادفايس حاجه خاصه بايه؟ الثانيه بس. الحاله اللي هي الثانيه. طب لما اجي اعمل جيفنج ادفايس اخد ايه؟
تعبير تعجبك أخبار إيه فايوري يو تاني يعني إيه فايوري يو واخدنا أقسام في الوحدة السابعة مع شد وشولي التعبير ده إيه فايوري يو أي وات لو مكانك لفعال معانا نبيل بص في الأرض برضه يعني أحسن لسه قايل لك من يجي خمس دقايق if I were you لو مكانك لا فعال او if I were you I wouldn't يبقى ممكن I would او ايه؟ I wouldn't يبقى يعني شيء او حدث improbable غير ايه؟ محتمل او giving ايه؟ advice اعطاء ايه؟ نصيحة استخدام الثالث بقى حاجة imaginary خيالية حاجة خيالية يعني حاجة مخالفة لايه؟ الواقع ماشي؟ هنراجع على ثلاث استخدامات هنا الاستخدام الاول والثاني والثالث الاستخدام الاول امبروباب يعني ايه وجيفنج ادفايس اعطاء نصيحه او حاجه ايميجينري خياليه او نقول كده الاستخدام الثالث ده مخالف للواقع عكس الموجود اف عالي ران فاست يقول كاتش باس دي اولى ولا ثانيه ثانيه ممكن وود تبقى ماي او تبقى كود مفيش فيها مشكله او يكون البديل امبروبابل يعني ايه بقى غير محتمل يعني انا ممكن اقول الوقت بكم طريقه باربعه ايه فعال ران فاست دي وود ماي دي كود او اتس امبروبابل يعني بقى من غير المحتمل فور هيم تو كاتش ايه ذا باص ماشي لو انا قلت بقى افعالي ران تبقى تانية طب لو قلت افعالي رانز أولى ويبقى اللي حاجة ده بوسبل يعني بقى ممكن يبقى الجملة نفسها دي يعني محتمل تبقى أولى أو إيه أو تانية ولكن different meanings معاني مختلفة next advice بقى إعطاء إيه نصيحة if I were you I'd act differently لو مكانك بديل شود بتاعت الوحدة السبعة if I were you I would act differently طبعا if I were وهنا where مع إيه مع ار مع ان الاي بتاخد ايه؟ واص بس دي عشان الاستحاله اكون مكانك. If I were you I'd act differently قلنا act بمعنى تصرف لو مكانك اتصرفت بشكل ايه بقى؟ مختلف دي بتسوى في اللغه بقى you should مثلا او if I were you I'd act differently او you had better things like this. If I were you I wouldn't waste my time تضيع الوقت اخد معنى ايه؟ wouldn't وخلي بالك بقول لك ماي ولا يور ماي يور غلط لو مكانك مش هضيع وقتي مش وقتك عشان لو جالك اختيارات كده تبقى شكل بعضها ما ينفعش اقول if I were you I wouldn't waste your time غلط I wouldn't waste ايه ماي تايم لو مكانك ما كنتش هضيع وقتي انا احط نفسي مكانك يبقى انت يور تايم زي ما يكون ايه ماي تايم ما ينفعش يور هنا If I were a bird, I could fly. ده imaginary. يبقى حدث غير محتمل. اتنين giving advice عن ثلاثة. خيال. خيال مخالف لإيه؟ هو بقول هنا If I were a bird, I could fly. لو إيه؟ لو كنت طائر لو استطعت الإيه؟ الطيران. لما تيجي تشرح الحالة الثانية ده إيه؟ تشرحها بمضارع. بإيه؟ مضارع. لما اقول لطالب اولى ثانوي وتشرحها يعني تطلع اف وتشرح لي الجمله لو مكانك لو كنت طائر هطير يبقى هو طائر لا يبقى دي اللي قدامك دي بقى ده الواقع اي ام نوت ايه بير سو اي كانت فلاي انت بتخالف الوقت الواقع بتخالف الواقع اي ام نوت ا بير سو اي كانت فلاي اي ام نوت ا دكتور سو اي كانت هيلب يو اف اي ور ا دكتور اي ويل هيلب يو اي ام نوت ريتش سو اي كانت باي ا فيلا اف اي ور ريتش ايد باي ا فيلا I am not tall so I can't play basketball نفس الفكرة يبقى لما تيجي تخالف لإيه؟ الواقع تاخد زيرو؟ تاني ولا فيرست؟ ولا سكند؟ سكند If I were a bird I could fly يبقى I am not a bird so I can't fly طيب If I were إيه؟ rich I would buy a villa If I were a doctor, I could help you. لما تيجي تصف دي بقى I am not rich, so I can't buy a villa. أو I can't buy a villa because I'm not rich. نفس الفكرة I am not a doctor, so I can't help you. بناخد بقى unless
في الحالة الأولى والثانية والثالثة بس السطرية لا أنلس يعني لولا يعني إيه؟ لولا يعني يعتبر هي إيه من المثبتة ولا منفية؟ منفية ودايما أنلس عشان هي منفية بوراها الفعل بقى مستمر وتأتي بدل من إف في الحالة الأولى والثانية والثالثة first second day third بس لما أشوف أنلس ترجمة يعني إيه؟ لولا لو يس unless you studied harder ماضي you couldn't pass the test لو لم تذاكر بشكل اكثر جديه لن تجتاز ايه الامتحان لو حابب بقى اشيل ايه unless واحط مكانها if تاخد الفعل ده المثبت تخليه ايه من ده نفي بس بتنفي ماضي بسيط بايه بقى didn't unless you didn't study unless you studied بتساوي if you ايه didn't study لو لم تذاكر بايه بجد زي ما قلت امس العربي يعني ايه لولا تيجي في الجمله اللي هي في الحاله اللي هي الاولى الثانيه والثالثه سكند الترناتيفز بدائل اف استخدامات اف غير بدائل إيه. استخدامات اف الثانيه امبروبابل جيفنج ادفايس الميجمنت خلاص البدائل بقى شود يبقى شود انا بديل الاولى وايه طب اعرفها منين من جواب الشرط من نص الثاني من جواب ايه الشرط لو جواب الشرط فيه ويل وكان وماي او امر مثبت او منفي او شود اولى لو جواب الشرط فيه ويل وكود وايه وماي او حاجه امبروبابل يبقى الحاله ايه الثانيه طب شود عشان استخدمها لازم اكون فاكر بيجي وراها فاعل ومصدر يبقى انا بحفظها كده شود فاعل مصدر ماليش دعوه بالفعل ده مفرد او جمع مصدر على طول هاد استخدمها في حاله ايه الثانيه بس بكون فعل ايه يعني في النص الاول لو جاب الشرط فعل الشرط اقصد مفيش فعل هاد بس if I had a car اشيل ايه بقى if ابدا بايه لازم تكون هاد هي المين فيرب يعني فعل اساسي مفيش فعل تاني طيب وير بيجي ورايا ايه فاعل ومصدر بس هزود ايه بقى دو في حاجه ما قلناهاش في المره اللي فاتت ممكن وير تيجي مين فيرب فعل اساسي بص كده في الجمله دي مش كنا واخدين وقت لو كنت مكانك؟ طيب تعالى ناخدها كده if I were if I were free I'd go out يعني if I were free لو كنت فاضي كنت هخرج صح؟ هنا وير بقى مين فيرب يعني ايه؟ فعل اساسي نص الاول كده بصوا في كده لغايه الكومه دي في اي افعال غير وير؟ لا مفيش الا الفعل ده في اف اي وكلمه فري صفر لما تكون بقى وير فعل ايه؟ اساسي ممكن اعمل لها بديل لاف اعمل ايه بقى؟ اشيل ايه؟ اف وابدا وير بدل ما اقول اف اي وير اقول ايه بقى؟ وير اف اي وير فري وير اي فري هذا بيه؟ وير اي فري بالظبط فكرك بايه دي؟ هاد فكرك بايه؟ هاد يعني وير وهاد اللي هما مين فيرب يعني ايه؟ فعل اساسي مش هعمل تليف في الجمله انا هشيل اف هشيل ايه؟ اف وابدا ابوه خلاص؟ طيب وير بقى لو جت بقى فعل غير اساسي دي اللي فيها شغل بقى بيجي هو فاعل ها؟ وتقول مصدر طيب البديل الاخير ده مهم جدا ات ات وبعدين ايه؟ ويرنت فور يعني بادئ باف وراه ات ونفي ويرن وحرف جر ايه؟ فور دي معناها لولا او ايه؟ بدون بيساوي كلمه without او but for دي ما بيجيش وراها افعال بقى بيجي وراها ناون يعني ايه؟ اسم او فعل مضاف له اي ان جي قبل ما نسيب دي دول قدامك دلوقتي استخدامات اف ارمي اللي بالها دي استخدامات اف ولا بدائل اف بدائل اف بدائل ايه؟ بدائل اف الحاله الثانيه شود هاد بس تكون مين فيرب يعني ايه؟ فعل اساسي وير لها كم شكل؟ فعل اساسي او فعل عادي او اف ات ويرنت فور بس دي الاخيره دي سهله جدا بيجي وراها اسم اسماء او فعل مضاف له ان جي طيب اف ات ريند هيفلي اي ويرنت جو اوت ده حاله ثانيه دي ثانيه ايه اللي عرفك انها ثانيه؟ ريند ويرنت تعال ناخد بقى نستخدم ايه بقى؟ شود احيانا الجمل يا اخوانا تحتمل شود وغيرها يعني انا الوقت هاخد ايه دلوقتي شود مكان اقول ايه اقول ثانوي شود ترين يعني شود ترين هي ايه ايه ممكن في الجمله دي استخدم هاد
في هاد هنا؟ أنا أنت استخدم هاد. هاد هنا متن فيه. يبقى شوت صح. هاد لا. طب ممكن استخدم وير؟ طب نبص كده. لا ليه؟ لا ليه يعني؟ أنا قلت شوت صح. قلت هاد صح؟ غلط هنا ما تمشي. بس ممكن استخدم ايه؟ وير. ايه المشكلة فيها؟ وير ايت. رين ولا تورين؟ ولا كأننا شرحنا حاجة. وير ايت تورين. يبقى هنا وير هنا بس زودت ايه بقى؟ تور. احنا ما قلناش في الشرح اللي فاتت دي. وير. فاعل. تور مصدر. شد. فاعل مصدر. ايه اللي يمنع استخدام وير هنا؟ طيب يبقى خدنا ايه؟ شود. وخدنا؟ وير. وخدنا ايه كمان؟ ايه. لقيناها كم شكل وقتي؟ ايه. شكل عادي ايه في ترين. نلعب بقى فيه. شود ترين. ها؟ وير. وير ترين. طيب اللي جاية؟ if I had a car I'd give you a lift. هاد هنا ايه بقى؟ فعل اساسي. بتبقى فعل اساسي في النص الاول في فعل الشرط. نحذف if I had a car هشيل ايه؟ اف وابدا بايه؟ يبقى هاد اي اكار. هاد اي اكار. لو عندي بقى سياره يبقى الوقت انا استخدمت ايه دلوقتي؟ هاد لانها ايه؟ فعل اساسي. يبقى مره خدنا ايه؟ اف اي هاد الشكل التقليدي هاد اي اكار. قول لي بقى هل فيه بدائل ثاني؟ يعني ينفع استخدم بدائل من ده يا اولى ثانوي؟ احنا خدنا دلوقتي هاد. خدنا ايه؟ خدنا اف. ينفع شد؟ ينفع وير؟ مش عارف. نروح لها كده تاني. هو انا قلت كده وانا بشرح يعني قلت شد لازم ينفع شرط؟ انا قلت لك هاد الشرط يكون فيها ايه؟ ما قلتش دي بس قلت حاجه تاني. يبقى الجمله دي تستخدم هاد او ايه بقى؟ شد. طب قول لي بقى شد هتبقى شكلها ايه؟ شد. الفاعل هاف. يبقى ده كده الجمله اتقالت باف واتقالت بهاد واتقالت وهتتقال بوير. يلا بقى وير هتبقى شكلها يا اخوانا وير. مكان ايه الوقت؟ انت فاكر وير بتيجي ازاي؟ وير وفاعل. في ناس كده قدامي لو قلت طول السنه هنشرح ده مش هتتكلم برضه هتبص لي كده وخلاص مش عارف اقسم بالله حاجه تشيل يعني نقول 100 مره نفس الحته مره واثنين وثلاثه والطالب قاعد لي كده وفرحان قوي. وير لما تيجي وراها اي هتبقى زي شد يعني هاف ولا تو هاف؟ يبقى النقطة اللي على السبورت قد بكام طريقة الوقت؟ أربعة. إيه في العادية؟ إف أي هاد. هاد أي كار. اثنين. إف أي هاد. أو ولا أي تو هاد. وزي ما أقول لك كده البديل ده ممكن يكون يوزد أو منفي. يعني شو دي لو. ممكن شو دي يعني لو لم. بديل إيه بقى؟ نقلص. البدائل ممكن تكون بشكل مثبت أو إيه؟ يعني ممكن أقول وير أو ويرن. لو أو لولا. ماشي؟ او ممكن اقول هاد او ايه او هاد. البديل اللي على الصبره ده ممكن يبقى في حاله اثبات او حاله ايه. طيب if he read my email he would reply instantly. لو قرا الايميل هيرد على الفور. instantly بتساوي immediately او at once. طيب read زي الافعال الكتير قوي اللي تصرفها واحد. read 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 cost 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 cup shot بود. افعال ايه؟ واحدة. طب الفعل هنا ايه؟ هي. هي. ومفيش اس. يبقى ضماطي. يبقى ايه؟ ماضي. ايه خدني بقى؟ بود. يبقى ناخد بالنا من الحتة دي. لو انا بقى حابب الجملة دي احط وير اهي يبقى وير هي تو ريد. طب اخلي دي شود؟ شود هي ريد. ينفع هاد؟ لا. ما تمشيش بقى لان ما هاد عاوز اكون ايه؟ فعل اساسي. طيب البديل الاخير if it weren't for معناها بدون سهل جدا اللي بيجي وراها اسم او ايه؟ او اي جي. if it weren't for بيجي وراها مثلا اسماء زي كلمه ادفايس يعني نصيحه او مثلا هيلب مساعده انكرجمنت تشجيع. if it weren't for your help لو ليه بقى؟ مساعدتك I couldn't achieve my ambitions.
لا لما حققت ايه بقى طموحات. طبعا if it weren't for زي ما قلنا قبل كده بتساوي التعبير ده without for بتساويها برضو في التركيبه يعني بيجي ورايا برضو اسم او ايه واي مشي if it weren't for يبقى لما الاقي if it اخد وراها ايه weren't وبعدين ايه for الاسم اهو يعني your help I couldn't achieve my ambitions. طيب بتساوي في اللغه if you didn't help بقول لك لولا مساعدتك ما كنتش حقق طموحاتي يبقى لو ساعدتني ولا لو لم تساعدني لما اجي احطها مع اف شوف المين يعني يبقى منفي if you didn't help me يعني لو لم ايه ساعدني if you didn't help me I couldn't achieve my ambitions. طيب اف بقى بتساوي ايه؟ مش بدائل يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اشيل ايه بقى؟ اف واحط اللي هيتكتب على السطوره ده without any change غير مغير حاجه مرادفات مش هقدر اغير فيها بقى بعدها مصدر او كلام من ده او تو لا كلمه اف بتساوي provided او provided معناها بشرط ان ممكن يجي وراها ذات او ما يجيش ادي واحده بتساوي as long as يعني بقى طالما بتساوي on condition that شرط بيجي معاها سبوز وايه؟ سبوزنج بس في الحاله الثانيه، الحاله ايه؟ الثانيه افترض ان انت مثلا فاضي الوقت وبعدين انت مشغول، افترض ان انت في امريكا وبعدين انت في مصر، افتراض سبوز وايه؟ سبوزنج بتبقى الحاله ايه؟ الثانيه ان كيس ممكن تاخد ان كيس اوف او ان كيس، لو جت ان كيس اوف اوف اس بيجوا ايه؟ اس امال ان كيس لوحدها سنتنس يعني ايه؟ جملة وقلنا ان كيس ممكن تكون بديل الاف وممكن تكون حالة مميزة لا هي زي ما نشوف الوقت. I will stay indoors in case of raining. يعني ايه؟ سأقيم او سأبقى بالداخل in case of raining في حالة ايه بقى؟ المطر. هنا in case ورا ايه؟ فخدت ناون يعني ايه بقى؟ اس خلاص؟ لو عاوز بقى اقول in case بس وقلت مثلا ايه؟ ابص كده ده ايه ده؟ ويل ستي دي بقى الحاله ايه؟ الاولى خلي بالك ان كيس هنا وقف دي في النص خد مستقبل اجيب مستقبل برضه ولا مضارع؟ ان كيس ترينز صح؟ زي اف ها؟ ات رينز ما هي ان كيس لوحدها يعتبر هي بديل ايه بقى؟ لاف في الحته دي بس ممكن ان كيس بقى تبقى مميزه بس لوحدها في حاله ان الحدث هيتم بدون شرط بدون ايه شرط خد معاك الاكل ده في حاله لو انت جوع يبقى هو لسه هيجوع وبعدين يجي ياخد الاكل ولا هياخد تيك ذيس ساندويتشز تيك يعني امر اهو بس تيك ذيس ايه بقى ها ساندويتشز يو ان كيس يو فيل هانجري او تيك ذا ووتر ان كيس يو فيل ثيرستي ماشي ثينكس لايك ذيس I'll take my umbrella in case it rains. انا هاخد ايه؟ الامبريلا ايه؟ معايا؟ في حالة ان هي بقى طمت. اف هنا غلط. مع ان مساويها في اللي فات بس في دي غلط ليه بقى؟ انت مش هتستنى الايه؟ المطر عشان تاخد ايه؟ لو كان الحدث كده كده هيتم تاخد ايه بقى؟ ان كيس تاخد ايه بقى؟ ان كيس ان كيس ممكن تكون بديله اوكي مفيش مشكله زي اللي فات امال هنا افتري ايه بقى؟ غلط يعني لو اختلط كده if it rains لا غلط I'll take my umbrella in case it rains. طيب الحاله الثالثه والاخيره اسهل حاله لان يعني بتتكلم عن باست يعني ماضي يا اما تعبر عن حاجه impossible مستحيله مستحيله تحصل او تعبر عن regret regret يعني ندم يعني ايه؟ ندم هنا بقول حاله الشرط الثالثه بيجي معاها زمن ايه؟ الماضي التام. الماضي التام بيتكون من هاد تسليف التام. والنص الثاني وود وجود وايه؟ ومايك وراه هاد تسليف تام. يعني بيظهر تسليف تام في النص الايه؟ الاول والثاني. في فعل الشرط وايه؟ بس انا بحذرك بقى ان جواب الشرط بيكون ثلاث اجزاء. وود وجود ومايك جزء. هاد جزء. ها؟ لو ما جاش في ما جاش في النص الثالث جوه الشرط الثالث يبقى مش الثالث الثاني ماشي if the driver had seen the tree he wouldn't have made the accident لو السائق شاف الشجره ما كانش هيعمل ايه بقى؟ الحادثه ايه اللي انت فاهمه؟
لما تيجي تشرح لما تيجي تشرح دي تاخد المضارع ولا الماضي؟ ها؟ ماضي. اللي بتكلم عليها بقول لك لو السائق ده شاف الايه؟ شاف غبيا ما كانش هيعمل ايه؟ الحادث. لما تيجي تشرح تقول ذا درايفر didn't see. doesn't ولا didn't؟ عند شرح الحالة ايه؟ شرحها ماضي. ذا درايفر didn't see the tree so he made the accident. زي كده بقى عامل حادث. يبقى عند شرح الحالة الثالثة اشرح بايه؟ ماضي. طيب بديل الحالة الثالثة البديل ايه بقى؟ هاد. البديل ايه؟ هاد. هتشيل هاد هنا مع ايه الوقت؟ اف وتبدأ به. يعني بدل ما تقول اف ذا درايفر ها هاد سي هتقول ايه بقى؟ هاد ذا درايفر سي بس ما تقولش هاد دي تاني اللي انت قطعتها وحطيتها في الاول يبقى كام هاد؟ واحد. طالما في تصريف ايه بقى؟ تالي. تصريف ايه؟ تالي. If the driver had seen the tree, wouldn't have made ايه؟ The accident. طيب ده البديل الاول had زائد فاعل وتصريف ايه؟ تالي. البديل الثاني if it hadn't been for. دي بيفكرك بايه؟ if it weren't for. if it weren't for ايه؟ ايه ايه امال دي الوقت ايه اللي بيفرق ايه اللي بيفرق التركيبه دي عن اللي فاتت اللي فاتت ويرن اللي فاتت ايه واللي هنا ايه هل انت بين هل انت ايه يعني ده هما الزياده بس بتوع الحاله الثالثه ايه بتهل انت بين فور بيجوا ورايا ايه اس او فعل مضاف له ان جي وطبعا زي كلمه without بالظبط كده without بتساوي without او بتساوي but for معناها بدون او لولا if it hadn't been for advice لولا ايه بقى مسطر لازم النص الثاني يكون حاله ايه ثالثه لما اقول لك وين حاله ايه ثاني ما دلوقتي ثالثه عاوز نص ثاني ود هاف او ايه او كود هاف او مايت هاف صفر ثالث لولا ايه نصيحتك اي وود هاف نص وده ها وراها ها وراها تصريف ايه مثال انا كنت اخسر اول ماي ماني كل ايه وين يبقى دلوقتي احنا رجعنا كده اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت رجعنا على الزيرو طيب في حاجه بس انا هاخدها دلوقتي
طيب اخر جمله نتكلم فيها. بص كده في النص الثاني في وود وراها وتصريف ايه؟ دي الحاله اللي هي ماشي. المفروض يظهر لي هنا ايه؟ انا ساكت اللي بقوله ماشي. يظهر لي ماضي تاء. يظهر لي ايه؟ ماضي تاء. الماضي التام بيتكون من هاد وتصريف تاء. هاد وايه؟ هنا بقى محتاج اتنين هاد مش هاد واحد. لو انا قلت هاد بس مش عندكم اتنين هاد هنا؟ اه. لو انا اخدت هاد واحده حاجه ثانيه. لو انا اخدت هاد فوق واحده يبقى هتنزل حاله ايه؟ ثانيه. امال هو كاتبها لي اعتبر ان مثلا بيختبرك في النص الاول. يقول لك هاب ولا هاد بس ولا هاد هاد؟ اتنين هاد لان ده الماضي التام من هاب. هاب وهاز مضارع. الماضي البسيط هاب. الماضي التام من هاب هاد هاد لما تكون هي مين فيرب؟ عشان هي لو كان معايا فلوس كافيه امبارح كنت هشتري الموبايل ده. ايه اللي انا فهمته؟ ان عايزين انتهاء. الماضي بصفه ماضي. عايزين انتهاء من اب ماني يسر دي سواء عايزين انت باي ذا موبايل. ماشي؟ يبقى في الحاله دي بقى لازم اخد كام هاد؟ ايه المهم كمان بقى لما يقول لك استخدم هاد كايه؟ بديل كايه؟ مش هنقول هاد دلوقتي بديل للثانيه لو كانت مين فيرب. وايه كمان؟ الثالثه. لما تيجي ثالثه تاخد هاد فاعل تصريف ايه؟ تاني. لما اجي احذف ايه الوقت؟ اقول بقى هاد اي هاد وتكمل عادي. فاهمين اقول دلوقتي؟ يبقى دلوقتي في كام هاد في الجمله؟ اثنين. لان هي الحاله اللي هي دلوقتي الثالثه. خلاص؟ الاسئله كلها اللي على الحاله الصفريه والاولى والثانيه والثالثه واجب. اصل جابوا من ناخد اجزاء منها. بس استنى شويه. الحصه جايه ناخد اجزاء منها وهنبدا بالواحده اللي هي التاسعه.